بقى قرارات الخريجين تخبر الساده المشاهدين اكثر مين هو عادل وكيف بدا مسيره حياته العمليه والمهنيه وصوله لدول الامارات العربيه. انا اسمي عادل جزائري، اصلي من الجزائر، مولود وعايش بسوريا، وبلشت بمهنة الحلاقة من عمري 11-12 سنة، وكبرت مع هالمهنة وصارت يعني مثل هواية وحياتي اليومية، صارت هي الحلاقة يعني. وفتحت صالون بدمشق بسوريا 2006 وظليت فاتحه ل 2011. بعدين اجتني فرصة عمل بالإمارات وبعدها ما ترددت يعني، اجيت على الإمارات وبلشت مسيرتي المهنية هون. اشتغلت بشركة بدبي مول، اشتغلت معهم 8 سنين واخذت خبرة كبيرة بالبلد، وحتى يعني تعلمت انجليزي، ما كنت بحكي انجليزي، تعلمت انجليزي، تعلمت كتير شغلات جديدة علي واكتسبت خبرة. وبعدين اجتني فرصة عمل بشركة انجليزية وانضميت لشركة انجليزية واشتغلت معهم سنتين، ومن 2016 كنت احلم يكون عندي صالون بدبي، ومن 2016 كنت عم دور وعم حاول لحد ما الله هيك كرمنا وفتحنا بال 2020. كان وقت صعب لأنه كان وقت كورونا، بس الحمد لله رب العالمين يعني أمورنا مشيت والحمد لله، وهلأ إن شاء الله حنفتح فرع تاني والأمور بخير الحمد لله، وعم نكبر بهالبلد والحمد لله هون كل الأمور بخير يعني. هون مثل ما قلت لك يعني نحن فتحنا بال 2020 بس، وكان وقت كورونا، كان وقت صعب على الكل يعني، بس الحمد لله كنت انا واثق اني رح اتطور وانجح بهالخطوه، لانه الحمد لله لي يعني 11 سنه بالامارات وعندي معلومات كافيه او خبره كافيه اعرف كيف انه حتمشي الامور، هو كله توفيق من رب العالمين. اول ما فتحت الصالون كانت عندي قاعده انه هي الكوستمر سيرفيس، الكواليتي سيرفيس، هي اهم شيء عندي يعني. ولما يفتح حلاق، يفتح هو هيز اون بزنس يعني، بيكون الوضع مختلف، لانه غير لما تكون صاحب العمل فوق يعني بقلب العمل تبعه، بيعرف شو اللي لازم يحسنه وشو اللي لازم يطوره. والحمد لله يعني لحد الآن أمورنا بخير وكل شيء ماشي الحمد لله تمام. جميل. أبرز الخدمات هلا نحن يعني ابرز الخدمات، نحن مثل اي صالون ثاني يعني، يعني عندنا خدمات الشعر، الدقن، الباديكير، المانيكير، الاظافر، الفيشل، هيد مساج، يعني تقريبا فيك تقول السيرفيسز مثلنا مثل اي صالون، بس مثل ما قلت لك هي الكواليتي اللي نحن بنعملها والكوستمر سيرفيس اللي بنوفرها هي اللي بتميزنا عن غيرنا، والحمد لله يعني نحن اي حدا بيجي لعنا بيطلع يعني راضي كل الرضا، ويعني حتى جوجل ريفيوز عنا الحمد لله كلها 5 ستارز، والحمد لله هذا الشيء شجعنا انه نفتح فرع ثاني. مثل ما قلت لك لما يكون صاحب العمل فوق رأس عمله يعني كل شيء بيختلف. يعني أنا لما بحب استخدم برودكت أو سيرفيس لزبايني، أنا بحب استخدم لهم الأفضل، لأنه زبايني مثل أصدقاء أنا وياهم، أنا ما عم عاملهم
كزبون وحلاق وجاي بده يدفع ويمشي بس. جميل. انا بحب انه يكون زبوني يطلع من عندي رضيان كل الرضا، ومشان هيك بستخدم افضل برودكت واحسن سيرفيسز يعني. والله مثل ما خبرتك، نحن الحمد لله بعد ما شفنا الحمد لله هون انه نجحنا وامورنا ماشيه، وهلا ان شاء الله قريبا يعني من كم يوم بس اخذنا محل ثاني، وقريبا كثير يعني يمكن شهر شهر ونص ان شاء الله بعد ما نخلص السيت اب والديكوريشن ان شاء الله حنفتح محل فرع ثاني. وخططنا نحن ان شاء الله يعني من هون ل 2023 انه نوصل اقل شيء غير هذا المحل يعني غير هذا الفرع فرعين ثلاثه يعني. والله ليك اي شيء بزنس ولا حياه ولا دراسه ولا شيء بدون امن وامان ما في شيء بينجح، والحمد لله يعني الشيء الامن والامان اللي بتلاقيه بدوله الامارات ما بعتقد بتلاقيه باي دوله بالعالم. انا عندي زباين من جميع انحاء العالم وبيحكوا لي تجاربهم بالامارات وبرا الامارات يعني، وانا تجربتي الشخصيه ما لقيت امن وامان مثل دوله الامارات، والله يديم الامن والامان على دوله الامارات، والله يديم شيوخها ويديم حكامها، لانه
الله يوفق كل الدول بحكام وشيوخ مثل حكام دولة الإمارات. عبر قناتنا كنت تشكر انت على الاشخاص المميزين في حياتك كانت تعمل لك منذ البدايات والله بالصراحة يعني 11 سنة مرق بحياتنا كثير أشخاص بس مثل ما قلت في أشخاص مميزين وفي ناس دعمتنا وفي ناس وقفت جنبنا يعني بتشكر الشخص اللي بلش معه هذا البزنس هو شاب سوري عايش بأستراليا كان اسمه سامر بوجه له الشكر وهو وقف معي من أول البزنس وجت ظروف اضطر يترك وهلأ في معي أنا شاب تاني من الهند اسمه سورندر كمان داعمني دعم قوي وبتشكره كتير وبوجه له الشكر وأكيد بتشكر حكام دولة الإمارات على الفرص اللي فتحونا إياها وخلونا نحس إنه في عنا بلد تاني بيكون هو بلدنا وطننا ونعيش فيه مثلنا مثل أي حدا عايش ببلده يعني. اسم الصالون طبعا بي جرومد باربر شوب موجودين ببزنس باي بأوتيل اسمه بارك ريجيس هوتيل بجراوند فلور وإن شاء الله الفرع الثاني حيكون على شارع الشيخ زايد بالوصل سنتر يعني جنب مزايا سنتر. مزايا سنتر معروف أكثر الآن. نحن حنكون بسنتر صغير جنبه اسمه الوصل سنتر وإن شاء الله هتكون الانطلاقة بعد شهر شهر ونص على حسب التيسير من رب العالمين إن شاء الله ونتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله بتكون يعني مسيرتنا المهنية بهالبلد طويلة إن شاء الله. شعبها هو سرها واجمل تلاحم بحرها مع